سنة 1981، يعني من حوالي 40 سنة، في إحدى المدن السويسرية وجدت واحدة من أقوى الشركات اللي نعرفها لغاية النهاردة، اللي بتصنع الإكسسوارات بتاعة الكمبيوترات. والشركة دي فضلت تعمل حاجات قوية جداً وتطور في نفسها واحدة ورا التانية لحد ما عملوا لنا أحسن ماوس في العالم. الحقيقة يعني مقدمة درامية جداً على ان احنا بنتكلم على ماوس أصلاً في الآخر، لكن الحقيقة ان شركة لوجيتك، وهي الشركة اللي هنتكلم عليها النهاردة او المنتج اللي هنتكلم عنه النهاردة هو منها، هي الشركة اللي عملت الماوس العبقري اللي هو اسمه MX Master 3. ويعني بناء على مواقع كتير جداً موثوق فيها، الماوس ده هو أحسن ماوس في العالم تقدر تشتريه النهاردة. تعالوا نتكلم عنه أكتر. صباح الخير ومساء الفل على الكل، أنا أندرو أديد، والفيديو بتاع النهاردة أنا هتكلم معاكو عن حاجة تبان صغيرة قوي ومش مستاهلة يعني نعمل عليها فيديو بتاع، وهي ماوس. ويعني الماوسات كتير قوي اللي احنا ممكن نكون بنتعامل بيها في حياتنا، يعني على الكمبيوترات بتاعتنا، سواء ديسكتوب أو لابتوب، في البيت أو في الشغل أو أي حاجة. لكن الحقيقة الماوس بتاع النهاردة ده يستاهل ان هو يتعمل عليه فيديو، وهتعرفوا في الفيديو ده قدام شوية هو ليه يعني الموضوع حوار كبير. يعني الماوس اللي معانا النهاردة زي ما قلتلكو هو لوجيتك MX Master 3. الماوس ده الحقيقة لو شفته كده هتتخض في الأول من كتر ما هو حاجة ضخمة وبتاع، بس هنتكلم عن كل تفاصيله. وده خليفة الموديل اللي قبله اللي هو MX Master 2، اللي هو برضو كان واخد أحسن ماوس في العالم ساعتها يعني، لكن طوروا فيه أكتر كمان وحطوا فيه شوية مميزات زيادة خلته حتى أحسن من اللي قبله، وبرضو مازال هو أفضل ماوس تقدر تشتريه النهاردة. الماوس ده من سلسلة اسمها MX، دي سلسلة لوجيتك بتعمل منها حاجات زي كيبوردز والماوس اللي معانا ده وشوية حاجات كده كلها تندرج تحت نفس السلسلة بتاعت الـ MX، اللي هي موجهة للناس اللي هما بروفيشنالز أو ناس ديزاينرز أو ناس بتستخدم الكمبيوترات بتاعتها في حاجات ليها علاقة بصناعة المحتوى عموما، سواء فيديو أو صور أو ديزاين أو أوتوكاد أو حاجات 3D أو الكلام ده كله. فالماوس ده مثالي جدا بالنسبة للناس دي. ما هوش مثالي قوي لو انت جيمر مثلا او بتحب تلعب جيمز اكتر حاجة على الكمبيوتر، لان ساعتها انت هتكون بتدفع فلوس كتير على حاجة انت مش مستخدم كل مميزاتها بصراحة، وتقدر بفلوس اقل شوية تجيب ماوس للجيمينج احسن من ده كمان. بس كالعادة قبل ما نتفرج على تفاصيل الماوس ده، تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على طول. تعالوا بقى نبص بصة سريعة على الماوس ده كده كهاردوير يعني، او كماتيريالز شكله عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده هو الماوس ما هواش ماوس صغير خالص، وما هواش ماوس خفيف برضو، ده يعتبر ماوس تقيل نسبيا يعني، وشكله غريب كده يعني ما هواش سيمتري كده يمين زي شمال فتقدر تمسكه بايدك اليمين او الشمال. للاسف لو انت اشول يعني وبتستخدم الماوس بالشمال فالماوس ده مش هينفعك خالص الحقيقه. لكن هو معمول بالشكل العجيب جدا ده علشان ياخد شكل ايدك اليمين بنفس التقويسه بتاعتها كده، بنفس الميول بتاعها، بالكلام ده كله. زي ما انتم شايفين هو في مكان كده كبير من الرابر عشان تسند عليه صباعك ده كده وانت ماسك الماوس، وبعد كده بقيه الماوس كده واخد انحناءات غريبه جدا بتسهل جدا الحقيقه ماسكه الماوس، وبتخليه حاجه في منتهى الراحه لما تتعود انك تمسكه. يعني مجرد ان انت تحط ايدك على الماوس كده خلاص، انت في الاول هتستغرب الموضوع، هتحس ان هو حاجه بالكي وكبيره قوي، لكن الحقيقه لما تتعود عليه لا هو مريح جدا وسهل جدا في التعامل، وبيقدم بقى ميزات كتير جدا عن اي ماوس طبيعي. زي ما قلت لكم الماوس ده فيه حته كبيره جدا من الرابر بما فيها الجزء اللي هو المضلع اللي انتم شايفينه ده اللي بتسند عليه صباعك وانت ماسك الماوس، وفي بقى زراير كتير جدا. يعني هو طبيعي ان اي ماوس بيكون فيه رايت كليك ولفت كليك، او الكليك يمين وكليك شمال والويل اللي في النص، لكن الماوس ده فيه 7 زراير. واحلى حاجه بقى ان انت تقدر تختار بقى الزراير دي تعمل ايه بالتفصيل على كل البرامج اللي عندك. فانت عندك الكليك اللي في الشمال واليمين اللي احنا متعودين عليهم العادي جدا، وعندك الويل اللي في النص اللي هي حوار كبير هنتكلم عنه، وبعد كده عندك في الجنب هنا ويل تانية تقدر تتحكم فيها انك تتحرك يمين وشمال بقى على الحاجه اللي انت فاتحها قدامك، وزرارين تانيين تحت الويل دي عشان تقدر تعمل بيهم زي فورورد وباك او اندو وريدو على حسب البرنامج اللي انت بتستخدمه. وبعد كده الجزء اللي انت ساند عليه صباعك اللي هو الكاوتش ده، ده فيه زرار الحقيقه فعلا تاني برضو، بحيث وانت ساند ايدك كده تقدر بدوسه ايدك على الحته الكاوتش دي تدوس على زرار اسمه جستشر باتن. ده انت لما بتبقى دايس عليه كده وتبتدي تتحرك وانت دايس بالماوس ده قدام ورا او يمين وشمال، يبتدي يعمل حاجات على الويندوز زي ان هو يطلع على الديسكتوب او يفتح المنيو بتاعه الستارت مثلا لو انت في ويندوز. وطبعا انت بتقدر تتحكم برضو الزرار ده يعمل ايه لو انت عايز تغير الوظيفه بتاعته. ولو بصينا على الماوس ده من قدام هنا هنلاقي ان في فتحه USB-C
اللي بتشحن بيها الماوس ده علشان البطاريات اللي فيه مش بتتغير او بلت ان، يعني ما تقدرش انك تغير البطارية. وطبعا هو وايرلس، فالبطارية اللي فيه دي بتتشحن عن طريق فتحة الـ USB-C اللي موجودة قدام، وده بيكون عن طريق الكابل اللي بيجي برضو مع الماوس، اللي هو الكواليتي بتاعته بصراحة كويسة جدا ومعمول بطريقة شيك كده وهيستحمل معاك يعني مدة كبيرة قوي. ده لو احتاجت تستخدمه كتير، لان زي ما هقول لكم قدام شويه البطاريه رهيبه. ولو بصينا على الماوس بقى من تحت كده هنلاقي فيه الزرار اللي نقدر نفتح ونقفل منه الماوس، وزرار تاني فيه 1 و2 و3 ثلاث ارقام كده هقول لكم برده بيعمل ايه. وبعد كده الكاوتشات اللي هي بتكون في اي ماوس من تحت كده علشان تسند على اي سطح وانت بتستخدمه. ولو جينا فتحنا الماوس كده من الزرار اللي فوق هنلاقي فيه لمبه في الجنب هنا بتنور اخضر بتقول ان الماوس كده شغال، واللمبه دي هتنفعك برده وانت بتشحن الماوس عشان تشوف هو لسه بيشحن ولا خلص شحن ولا الكلام ده. نيجي بقى للجزء بتاع البكر او السكرولز اللي في الماوس ده. زي ما قلت لكم البكره اللي على الشمال دي اختراع جديد جدا ومش موجود في ماوسات كتير قوي، ودي بتديك فرصه ان انت تتحكم في حاجه تانية في البرنامج بتاعك غير ان انت بتسكرول فوق وتحت. يعني مثلا في برنامج زي المونتاج اللي انا بستخدمه ادوبي بريمير برو، انا مخلي البكره اللي على الشمال دي او اللي انا بستخدمها بصباعي ده كده بتخليني ان انا اعمل زوم ان واوت على التايم لاين بتاعي. وفي الطبيعي بقى وانت فاتح اي حاجه اي برنامج طبيعي او اي ويندوز اكسبلورر، البكره دي بتخليك تسكرول شمال ويمين، يعني العاديه بتسكرول فوق وتحت والبكره اللي على جنب بتسكرول شمال ويمين، والحقيقه دي حاجه عمليه جدا، لكن في الاخر هي سكرول عاديه ما بتعملش اي حاجه غير انها بتلف بطريقه طبيعيه جدا. السكرول الاساسيه بقى بتاعه الماوس ده فيها اختراع كده قوي جدا لوجيتك عاملاه جديد اسمه ماج سبيد. السكرول دي الحقيقه ممسوكه بمغناطيس، يعني مش ممسوكه باي حاجه، فده بيخليك تتحكم فيها بطريقه قويه قوي. ولو بصينا كده هنلاقي ان في زرار ورا السكرول على طول، الزرار ده لو دوسنا عليه هيخلي البكره اللي هي الاساسيه يا اما تكون بتتحرك زي منقطه كده او ليها درجات او كده عشان لو عايز تبتدي تعدي خط خط كده زي اي ماوس طبيعي احنا متعودين عليه، هتلاقي البكره فيها تكات كده شويه زي ما انتم سامعينها كده دلوقتي مثلا، الحقيقه مش تسمعوها علشان هي سايلنت تماما يعني، لكن زي ما انتم شايفينها كده مثلا في الفيديو هي درجات، يعني هي بتديك درجات كده زي اي ماوس طبيعي مش محتاج اشرحها بالتفاصيل. لكن لو انت دوست على الزرار اللي ورا السكرول دي هتبقى سكرول ناعمه جدا وسريعه وبتلف الى الابد تقريبا، يعني مش هتقف خالص تقريبا غير لما انت توقفها بايدك كده، وهي بتلف بسرعه جدا لدرجه ان انت ممكن تسكرول لغايه 1000 سطر في ثانيه واحده. وبرده مش محتاج اقول لكم قد ايه هي سايلنت، يعني وهي بتلف بسرعه جدا ده صوتها. ما افتكرش ان انتوا سمعتوا اي حاجه يعني. وحاجه تانية برضو صايع جدا في موضوع المغناطيس اللي ماسك السكرول، ان انت وانت حتى على الدرجه بتاعه التدريجه او التقطيعه اللي في السكرول دي لو لفتها بسرعه مره واحده هي بتروح للمود بتاع انها تفضل مكمله على طول من غير التقطيعه دي لغايه ما تبتدي توقفها، ولو لفتها بالراحه هتبتدي تاني تعمل الدرجات اللي انت متعود عليها في الطبيعي. مش قادر اقول لكم قد ايه السكرول دي مريحه وجميله جدا في الاستخدام غير لو جربتوها في الحقيقه الصراحه. بعد كده لو اتكلمنا عن البطاريه الداخليه اللي في الماوس ده فهي عظيمه جدا لدرجه ان انت ممكن على الفول تشارج بتاع الماوس ده تقعد لغايه 70 يوم بتستخدم الماوس من غير ما يفصل شحن، وده الحقيقه رقم كبير قوي غالبا هتنسى يعني ان انت تشحنه لغايه ما تفتكر لما تلاقيه فصل منك شحن يعني، ودي حاجه هتحصل كل فين وفين. ولو فصل منك شحن وشحنته لمده دقيقه واحده بس هيديك استخدام 3 ساعات، ودي حاجه عظيمه. ومش محتاج بقى اقول لكم عن الدقه بتاعه الماوس ده، لان الدقه بتاعته بتوصل لحاجه اسمها 4000 دي بي اي، وده رقم كبير قوي مش عايز اخش في تفاصيله التقنيه يعني، لكن هو دقيق جدا في الاستخدام. وازاي بتوصله على الكمبيوتر بتاعك؟ عن طريق بلوتوث طبعا، ولو انت الكمبيوتر بتاعك ما فيهوش بلوتوث هو جاي معايا برده الدونجل اليو اس بي العاديه جدا اللي تحطها في اي كمبيوتر، فهو يكون متوصل وايرلس على الجهاز ده حتى لو ما فيهوش بلوتوث. لكن انا يعني ارشح جدا انك تجيبه لو انت عندك بلوتوث في الكمبيوتر بتاعك، علشان ده هيودينا للجزء اللي جاي وهو الامكانيات الرهيبه بتاعه السوفت وير اللي في الماوس ده. الماوس ده بتقدر تنزل له ابلكيشن اسمه لوجيتك اوبشنز على الكمبيوتر بتاعك، ومن البرنامج ده بقى تقدر تتحكم في كل حاجه الزراير دي بتعملها، يا اما في الطبيعي الديفولت الزراير دي تكون بتعمل ايه اي حاجه زي ما انت عايز، او في اي برنامج بقى عندك على الكمبيوتر تقدر تتحكم الزراير دي بتعمل ايه في البرنامج ده بالذات. يعني مثلا انا مختار ان في الفوتوشوب البكره اللي على الجنب دي بتغير البراش سايز او الحجم بتاع البراش اللي انا بستخدمها في فوتوشوب. نفس البكره دي على بريمير برو زي ما قلت لكم بتعمل زوم ان واوت في التايم لاين بتاعي.
لو انا على اوتوكاد ممكن اخليها تعمل حاجه تاني. لو انت بتستخدم زوم مثلا في فيديو ميتنجز او كونفرنسز، تقدر الزراير اللي على الجنب دي برضو تخلي زرار بيعمل ميوت للصوت وزرار تاني بيبتدي او ينهي المكالمه بتاعتك. امكانيات غير محدوده الحقيقه، تقدر تستخدمها بالماوس ده في اي برنامج عندك. وليه بقى قلت لكم البلوتوث مهم قوي في الكمبيوتر عندك؟ لان زي ما قلت لكم الزرار اللي تحت في الماوس ده اللي هو فيه قدامه 1 و2 و3 الارقام، انت بالزرار ده بس تقدر ان انت تبدل ما بين الاجهزه وبعض. يعني انا 1 ده عامله على اللابتوب الاساسي بتاعي، 2 مثلا عامله على اللابتوب الثانوي، و3 انا عامله على الايباد لان برضو اقدر استخدم الماوس ده مع الايباد. فبمجرد دوست الزرار دي الماوس ده بقى متوصل على جهاز من الاجهزه دي من غير ما اكون بوصل او بفك اي حاجه. الاصيع بقى من ده كله ان في حاجه اسمها لوجيتك فلو، ده بيكون عباره عن لو انا عندي جهازين كمبيوتر الاثنين ويندوز او ويندوز وماك او الاثنين ماك، الموضوع يعني فلكسبل جدا. لو الاجهزه دي متوصله على نفس الواي فاي نتورك اللي في المكان اللي انت فيه، تقدر ان انت تكون موصل الماوس ده على الجهازين في نفس الوقت، يعني بالظبط كانهم شاشتين لكمبيوتر واحد، لكن في الحقيقه هما كمبيوترين منفصلين جدا عن بعض. لكن بمجرد ان انت تودي الماوس من الشاشه دي لحد الجنب الناحيه الثانيه، ناحيه الشاشه اللي هي الثانيه بقى، ساعتها الماوس هيتنقل ويبقى بيتحكم في الشاشه الاولانيه بتاعه الكمبيوتر الاولاني مثلا. ومش بس تحكم، انت تقدر تعمل كوبي بيست لاي فايل من الكمبيوتر ده للكمبيوتر ده، بمجرد ان انت بتعمل كوبي هنا وتودي الماوس هناك وتعمل بيست هناك، كده الفايلات بتتنقل من كمبيوتر للتاني بمنتهى السهوله. وسرعه النقل دي هتعتمد اساسا على سرعه الانترنت اللي الكمبيوترين دول متوصلين عليه. بصراحه اختراع جبار. واخر حاجه عايز اتكلم فيها عن الماوس ده هو سعر الماوس. الماوس ده يعتبر غالي جدا بالنسبه للماوسات الطبيعيه. انت ممكن تشتري ماوس يعني بارقام اقل من كده بكتير جدا، لكن الماوس ده سعره في امريكا $100، يعني لو حاولتها بسعر العملة دلوقتي هيبقى حوالي 1600 جنيه، وهو الحقيقة كمان بيتباع في مصر هنا بأغلى من كده، تقدر تجيبه في حتة 2300 جنيه مثلا، وده يعتبر رقم كبير جدا على ماوس. وده هيودينا للعيوب بتاعة الماوس ده اللي هي أولها سعره العالي جدا. تاني عيب في الماوس ده أنا بالنسبة لي إن هو ماوس يعتبر بالكي. انت لو واحد بتحط الماوس كده في شنطه اللابتوب وعايز حاجه ما بتاخدش مكان وبتاع، الماوس ده مش هينفع بصراحه. الماوس ده حجمه كبير جدا، وانا يعني مثلا اضطريت ان انا اشتري له كيس كده كبيره زي ما انتم شايفين بحط فيها الماوس، وده بياخد حيز كبير يعني كاني شايل كاميرا مثلا، على عكس مثلا ماوس تاني كنت بستخدمه قبل كده حاجه يعني صغيره جدا من مايكروسوفت، هو ماوس عباره عن بلاطه كده وبتتنيها كده عشان تستخدمه، فده الحقيقه مثلا العكس تماما. طبعا فانكشن اقل بكتير لكن بورتابل جدا وسهل انك تاخده في اي شنطه صغيره. وبس كده، وبكده بقولت لكم بقى كل التفاصيل عن الماوس الخطير من لوجيتك MX Master 3. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول ما بتنزل على طول. اشوفكم في الفيديوهات الجايه، سلام.